فيها استعراض وتنظيم. إن اجتماعنا ببكين في إطار أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية الصينية يجسد رغبة الجانبين في المضي قدما نحو تعميق وتفعيل تعاونهما في شتى المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والتقنية منها. فالجزائر والصين اللتان تربطهما شراكة استراتيجية شاملة منذ عام 2014 بحاجة إلى تقييم عام لحصيلة التعاون الثنائي. لقد كان لزيارة الدولة التي قام بها السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى جمهورية الصين الشعبية في جويلية 23 بدعوة كريمة من نظيره الصيني شي جين بينغ عميق الأثر على علاقاتنا الثنائية، والتي أفضت إلى نتائج إيجابية كما تكللت بتوقيع 19 اتفاقية ومذكرة تفاهم شاملة شملت عدة قطاعات استراتيجية.